من هذا التقرير نعود إلى استديوهاتنا، ودكتور محمد ما زال متابع معنا وانضم لجلستنا كمان نبيل. مساء الخير نبيل، أهلا وسهلا فيك. دكتور نبيل عنده صداع مستمر، بيشعر بهذا الألم، يعني بياخد مسكنات لفترة بتعطي فعاليتها بس المفعول دغري بيروح بشكل كتير سريع. اليوم رح منجرب نوضح للمشاهدين استخدام الإبر الصينية كيف بتنفع بحالته، وهل كل شخص بيقدر يستخدمها؟ هيدا السؤال المطروح. طيب. نرجع تاني لفكرة الصداع. ما هو سبب الصداع؟ أسباب كتير جدا الصداع. ممكن يكون جفاف الجسم، يعني نقص الماء اللي موجود في الجسم يسبب صداع. الإرهاق يسبب الصداع. يكون التهاب في الأذن الوسطى يسبب صداع. يكون زغللة في العينين، ضعف في العين يسبب صداع. يكون مثلا شرب منبهات كتير زي القهوة والشاي طول النهار عمين بنشرب فيهم يسبب صداع. ممكن يكون بسبب الضغط العصبي وكسرة التفكير والمشاغل تسبب صداع. يعني أسبابه عديدة وكبيرة جدا. إذن الفكرة كلها إن إحنا عايزين نعلم نبيل حاجة أو نعلم السادة المشاهدين برضو حاجة، إن إحنا عندنا أكتر من طريقة إن إحنا نزيل الصداع. يعني مثلا لو جالي صداع أروح أشرب كوباية مية وأبدأ أتنفس كويس، الصداع هيروح. صح، بدون مسكنات. بدون مسكنات. المسكنات تاني احنا نقول تاني، انا بستخدم المسكن لما يكون العمليه مش قادر اتخلص منها، ساعتها هستخدم مسكن، لكن ما تكونش اول خطوه انا بدور عليها. ليه؟ لان انت عملتي حاجه، يعني عملتي خلل في النظام العقلي. العقل هو اللي بيعالج الجسد. لما العقل ينتبه ان في مشكله في الجسم فبيبدا يفرز اندروفينات الجسم او المسكنات الطبيعيه موجوده في الجسم. لو انا دخلت المسكن عن طريق الخارج، اول مره العقل هيقول لك خلاص، يعني انت دخلت خلاص انا مش هشتغل. طب تاني مره، ثالث مره، خامس مره، العقل مش هيشتغل خالص. عارف ان انت كل مره لما يجي لك حاله الصداع دي هينتظر انت تدخل له المسكن. نعم. عشان نيجي نعالج بقى الموضوع دوت، هو طبعا ما بياخدش فتره في العلاج، ممكن من اول جلسه ازيل الصداع ده نهائي، لكن خدي بالك الموضوع مش في الجلسه. الموضوع ما بعد الجلسه. ايه، احنا بنعلم الحاله شويه انماط حياتيه بسيطه سهله ان هو يعتمد عليها. هنلاقي بعد كده ان هو الصداع دوت بدا يقل يقل لحد ما بينتهي نهائي. هذا يمكن للي عنده الميجرين مظبوط او الشقيقه. الدكتور، يعني عاده اشخاص هيدو بدهم علاجات سريعه وفعاله بهالمضمار. تاني نقول الشقيقه، هل دي جت مره واحده ولا جت على دفعات؟ لا، الشقيقه جت على دفعات، وبسبب برضو انا بقول يعني الشقيقه هو عامل نفسي في الأصل تحول إلى جسدي. يعني خلل في النظام النفسي في المنظومة العقلية بتاعت الدماغ أدى بعد كده لظهور الميجرين. ولما بيجي نعالج الميجرين برضو بنعالجها بالمسكنات. لكن هل في مناطق في الجسم ممكن لو ضغطت عليها أبدأ أفرز أندروفينات الجسم؟ أيوة فندم، في مراكز موجودة وسهلة وبسيطة. فلننتقل إلى التطبيق مباشرة. جميل. نبيل، هيدي أول مرة تحت على العلاج بالإبر الصينية. يلا تفضل دكتور. طيب، احنا بدنا نشرح شوية تقنية كيف. هنشرح شوية، يعني عندنا طبعا في مراكز بيسموها مراكز الإنقاذ موجودة في الجسم. أوكي. المركز الأولاني بيسموه لارج انتستن 4 أو لي 4. المركز ده موجود ما بين الصبع الإبهام والسبابة. بالضغط على المركز دوت هيبدأ يفرز لي، لأنه هو بيسموه مهدئ عام، نقطة مهدئ عام. طبعا عشان أنا أشتغل على المركز دوت لازم المريض يكون تحت سيطرتي. طبعا أنا شايفه مشدود على طول. شكله خايف شوية. لا، ما بيوجع. خالص خالص خالص. أنا هخليه يهدى دلوقتي خالص. المطلوب طبعا منه أن أنا هبدأ أنظم له أهم عامل هو بيقوم بيه البقاء على قيد الحياة. تعرف ايه هو اهم عامل انت بتقومي بيه البقاء على قيد الحياه؟ ايه هو؟ ايوه يا فندم، برافو عليكم، شاكر جدا. التنفس. ما انا بضلني اتذكر التنفس تضلني عايش يا دكتور. انت عارفه لو احسنتي التنفس احسنتي الصحه عندك. حتى الايه الوحيده اللي موجوده عندنا في القران المولى عز وجل بيقول والصبح اذا تنفس. يعني ايه الصبح؟ يعني انت ما بتتنفسيش بالليل؟ ما انت بتتنفسي بالليل. الظهريه الظهريه بتتنفسي في كل وقت، لكن ليه المولى عز وجل قال لك والصبح اذا تنفس؟ لان في الصباح انت بتنتقلي ما بين السكون الى الحركه. فلابد من تغيير معامل التنفس. لو لم يتم تغيير عامل التنفس اصبح كميه الاكسجين اللي هي بتضخ داخل الجسم لانتاج السعر الحراري الخاص بعمليه الحركه والنشاط قليل، هيصاب بملل، ارهاق، تعب. فاحنا دلوقتي هنغير له العامل دوت عشان نخليه يسترخي الاول. فلما يسترخي الاول يعرف يتعامل معاه. طيب. أوكي. هناخد نفس بهدوء من مراحيلك، هطلعه من بقك كمان مره. طبعا انا بشتغل معانا كمان. انا كمان عم بشتغل معاكم. كمان مره. اخر مره.
انا كل مره اثناء خروج النفس انا بعمل الضغطه ديت، يعني انا بعمل دلوقتي انا بحفز الدماغ بقول لها اثناء خروج النفس لو في مشكله عندك ابداي خرجيها مع النفس. هو داخل منه جزء تنويم ايحائي ان انا بوحيده بالفكره دي، فبحاول اخلي عقلي يشتغل عليها. أوكي. فبيبدا يستجيب ليا. طبعا انا ما بشتغلش على 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 الجانب الايسر الاول، طبعا بدايتي كجانب ايسر، لكن لازم اشتغل على الجانب الايمن لتحقيق معامل التوازن. ده مهم قوي. ناخد نفستين بهدوء، طبعا هو ما بيشتكيش من القولون العصبي بتاعه ولا حتى جيوب الانفيه، وملاحظ ان هو اعتقد ان هو ما بيدخنش كمان. خلاص ما اعرفش الكلام الصح، بتدخن عندك قولون بتدخن مع ان يعني شكل وشه كويس يعني. خلاص فاذا اديله سنتين الا اذا اعتمد معك دكتور ما بين عليه. ناخد نفس تاني كويس. خدي بالك انه بدا يسترخي اهو دلوقتي. بلش. دي اول نقطه بيسموها لارج انتستين 4 او القولون 4. بحاول يطبق الشخص على نفسه دكتور يا فندم، عشان كده ما انا ده اللي انا بحاول دلوقتي، انا بحاول اعلم بس الساده المشاهدين ان هو لما يجي له صداع ان هو يعمل الموضوع ده هلا عم تسحب له بال ايوه ابدا اسحب. طبعا احنا اتكلمنا على الثلاث دوائر اللي احنا اتكلمنا عليهم، البطن والصدر والراس، موجودين في الايدين. كل عقله من عقل الاصابع تمثل دائره موجوده في الجسم، يعني الدائره دي دائره البطن ثم دائره الصدر ثم دائره الراس. لما انا ابدا اشد الصبع، وده حتى كمان في التسبيح بعد كل صلاه وان احنا نبدا نسبح، احنا بنبعت اشارات حتى لو اشارات بسيطه، بحيث لما يكون في خلل في المنظومه يبدا العقل يعالج هذا الخلل. اوكي. يبقى احنا كده حضرنا نبيل دلوقتي، اللي كان مشدود فك. بقيت خايف دلوقتي؟ لا خالص. شفتي بقى؟ ممتاز. التفاعل ما بين المعالج والحاله ده امر مهم جدا، ان احنا لازم ان احنا الحاله بتاعتنا نحطها في ايه؟ في هدوء، اول ما يهدى خلاص. هلا شو عم ترش؟ ده كحول. طبعا تطهير للمكان اللي انا هحط فيه الابره بتاعتي دلوقتي. فبحاول اطهر المكان الاول، وبعدين احنا عندنا مجموعات من الابر طبعا. اوكي. دكتور كتير بنسمع عن دكاترة وأشخاص بيشتغلوا بالطب البديل، كل شخص مخول أنه يكون لحتى الناس تعرف مين تختار وعند مين تختار تروح؟ طيب لما جيت أفكر أن أنا أدرس الطب التكميلي في هولندا، درست حاجة اسمها تشيهاتسو، وهو الطب الـ الياباني، وهو بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على فلسفة الطب الصيني في العلاج. نعم. فلسفة الطب الصيني. فلسفة موضوع كبير مش صغير. الطب الصيني أوجد حاجة اسمها نظرية، اسمها نظرية العناصر الخمس. ربط الأعضاء بتوع الجسم بالحواس، وربط الحواس بالمشاعر، وربط الحواس والمشاعر بالألوان، وربط ده كله بالأطعمة، وربط بالروائح، ربطه بالاتجاهات. إذن أوجد أن الإنسان هو منظومة واحدة تتصل بهذا الكون اللي احنا عايشين فيه. إذن التناغم ما بين الإنسان والبيئة أمر مهم جدا. لو وصلت لحالة التناغم دوت وبدأ العقل يفهم، على طول جسمك هيتلاقي ردود فعل ويتجاوب. هي دي الإبرة الصينية. هي طبعا إبرة من ستانلس ستيل غير مصدع، ما بتصديش، ليها طبعا الفاليد بتاعها ليها وقت معين، أكتر من سنة لازم إن هي تمشي. فإذا احنا بتستخدم مرة واحدة وبتستخدم مرة واحدة. خلاص. فإحنا بنحاول دلوقتي إن أنا بحط له إبرة في منطقة اللي اسمها لارج انتستين 4، ونحاول ان احنا ندخله الابرة جوه شوية. طبعا عشان هو مسترخي ومستريح الابرة دخلت عادي جدا. نعم. حسيت بأي ألم ولا اي حاجة؟ ولا اي حاجة. خلاص. وبتم استخدام ابرة واحدة دكتور ولا؟ لا، احنا ممكن نستخدم لحد 100 ابرة في الجلسة الواحدة. طيب بس انا اشرح لي شغلي، هيدي الابرة اللي حطيتها في هذا المكان تحديدا. جميل جدا. ايه؟ نبدا نشرح ليه المكان ده. ليه المكان ده؟ احنا قلنا ان في الطب الصيني بيتكلم على فلسفة، الفلسفة بتاعته قائمة على حاجة اسمها طاقة. الطاقة ايه هي الطاقة؟ الطاقة قال لك ان في طاقة كهرومغناطيسية بتجري في جسم الانسان. تم اعتماد الطاقة ديت، المسارات ديت بيسموها مسارات الطاقة، مسارات الجانب الايمن، مسارات الجانب الايسر، مسارات الجانب العلوي، مسارات الجانب السفلي. الامامي، الخلفي، الداخلي والخارجي. الطاقة لما بتجري في الانسان هي دي اللي بتدفع الدورة الدموية والدورة التنفسية لجميع اعضاء الجسم. لو حصل قصور في اي مسار من المسارات ديت ليجب علينا تنشيط المسار او تثبيت المسار. يعني اما الطاقه تكون عاليه قوي تتعبه،
او طاقه قلت قوي برضه تتعبوا. هل الكلام ده مش مذكور عندنا في القران؟ تعالي نشوفي كلمه طاقه موجوده في القران في موضعين فقط لا غير. الموضوع الاولاني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. اذا لو طاقه حملت يعني زادت أكثر على الانسان اصبحت مشكله وعيب. طيب الايه الثانيه لما سيدنا طالوت قابله جالوت فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الطاقة قلت هي. إذا الطاقة لو زادت أو قلت في جسم الإنسان مشكلة تؤدي إلى حدوث بدك إياها إذا بدك بمرحلة توازن مستقرة متوازنة متوازنة. إذا الفكرة كلها في إعادة التوازن. أنا لما حطيت له الإبرة دي هنا هوت في لارج انتستن 4 الفكرة كلها بحيث لو الطاقة فيها زيادة هتبدأ تخرج لأن هي طاقة كهرومغناطيسية. طب لو في لو كانت واطية واطية أنا هبدأ أحفز المسار دوت. هتعرف ازاي؟ هعرف ازاي؟ طبعا هي طبعا في عندنا اسمه علم الفراسه. انا بنظر لوشه الاول وببدا من خلال لون البشره، شكل العين اللي موجود تحت العين، لون الشعر. لازم في انديكيشنز او مؤشرات. لنبيل شو الدلائل دكتور؟ لا لما اجي انا بص نبيل انا قلت لك نبيل يعني أوكي. يمكن يكون الصداع عنده بسبب الاجهاد. ممكن بس الطاقه وضع الطاقه عنده شو هي؟ وضع الطاقه عنده هبطان شوي. هبطان يعني هبطان بدك شوي. تحفزها بدي احفزها. طيب يعني احنا عم نجرب اكسب وقت لانه بدنا نشوف الناس شو تعليقاتها على الموضوع. طيب دكتور طيب لو انا حبيت ان انا ازود الطاقه دي طبعا الابره بتتحط ما بين 5 دقائق لحد 20 دقيقه ودي اطول فتره اطول مده. ان انا بحاول ان انا احرك الابره ناحيه اليمين او حركه ناحيه اليسار. لو انا حاسس ان الطاقه عنده ضعيفه فانا ببدا احرك الابره بهدوء الى ناحيه اليمين مع عقارب الساعه مثل ما عم نشوفك هلا على الشاشه. ابدا احركها بهدوء مع عقارب الساعه. خلاص لو ان الطاقه عنده ضعيفه فانا ابدا احركها الناحيه الثانيه عكس عقارب الساعه بحيث ان انا اعمل له اتزان طاقي تبدا الطاقه تتزن عنده.